فتأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهار، والله إنها ساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا، زحزحنا عن النار، أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة، ورب العرش غفانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهد، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل، نادى الجليل، خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابك يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أفل للذنوب، أفل للذنوب، ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها. وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ بالله عليك، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يظلم، ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه، كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصاه وهو يراه؟ روى الترمذي في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ قال: قرأها حتى ختمها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك قائد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى. إياك والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استجرج من عاصي وقسم من جبار وظالم. إذا همت الناس بالمعصية فذكرها بنظر الله، لا يكن الله أهون الناظرين إليك. إذا خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فقل: لا أستحي من نظر الإله، فإن الذي خلق الظلام يراني. إن كنت تعتقد أنه لا يراك، فما أعظم
كفرك، وإن كنت تعصيه مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك، فما أشد وقاحتك وما أقل حياك يا مسكين. بأي بدن ستقف بين يدي الله؟ وبأي لسان ستجيب؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فماذا أعددت للنجاة من عظيم عقاب الله وأليم عذابه؟